البحث في مجال الحكمة، المشاركة، تحديد اختصاصات المسؤوليات، الاستقلالية، الشفافية، التدبير القائم على النتائج، استحضار البعد الديمقراطي والحقوقي، التقييم المنتظم، التعديل والتصحيح، المساءلة وتقديم الحساب. ما يهمنا هو الحكمة التعليمية. هناك علاقة وطيدة ما بين الحكمة العامة والحكمة التعليمية، حيث تأخذ الحكمة التعليمية الكثير من القواعد والمبادئ التي تقتضي عليها الحكمة التعليمية، ولكن في نفس الوقت تتميز الحكمة التعليمية ببعض الخصوصيات، منها تدبير منظومة تعليمية مركبة، التدبير المرتكز على مؤسسات تعليمية، وتدبير القرب. من أهم المعايير التي تميز الحكمة التعليمية هو التقلب مع بنية تعليمية تتميز بتعدد فاعلة وطرق تفاعلهم، مشاركة الأسر في قرارات المؤسسات التعليمية ورأس الدور في التأثير على سيرها وعلى المدرسين، وضع آليات كافية لضمان الحقوق وتحديد المسؤولية التشريعية الممكنة ومسائلة الأطر التربوية والإدارة عن أدائهم، وجود قواعد تجب السلطات العمومية بتحديد طرق توظيف وتعيين وتكوين المدرسين، تحديد العلاقة بين الهيئات المتدخلة في قطاع التعليم والسلطات العمومية والمركزية، تحديد مسؤوليات وصلاحية الجهة التي تضع الأولويات خاصة فيما يتعلق بالبرامج التربوية وتدبير وطرح التدريس وتكوين المؤسسات التعليمية والإشراف عليها. فيما يتعلق بالشروط التي اعتمدتها في لممارسة الحكمة، هناك ثلاث شروط أساسية: الهندسة الإدارية للمنظومة التعليمية، أي التنظيم الإداري حسب المستويات التدريب، الاختصاصات المسندة لمدير مؤسسة التعليمية في النصوص المنظمة، دور التكوين في الرفع من المؤهلات المهنية لمدير المؤسسة التعليمية، أداء المؤسسة التعليمية. أنا ربط العلاقة ما بين ممارسة الحكمة وأداء المؤسسة التعليمية، وأنا اجتهدت في وضع مفهوم لأداء المؤسسة التعليمية لطيف رمز لتلبيس المسؤوليات، ويعني لم استعمل فقط مفهوم الأداء المرتكز عادة على النتائج الدراسية، ولكن استعملت الأداء في مفهوم آخر يضم عناصر أخرى غير النتائج الدراسية. وبالتالي هنا صرت في هذه الدراسة بمنتجة خاصة ديما التلاميذ وسطية المدرسية وقدرة المؤسسة التعليمية الدراسة. الفرضية الفرعية الأولى: توجد علاقة بين الهندسة الإدارية والمنظومة التعليمية وممارسة الحكمة من طرف مدير مؤسسة التعليم والتربية التأهيلي العمومي. الفرضية الفرعية الثانية: توجد علاقة بين الاختصاصات التي يمارسها مدير مؤسسة التعليم والتربية التأهيلي العمومية وممارسة الحكمة. نتائج الدراسة: توجد علاقة بين ممارسة الحكمة من طرف مدير مؤسسة التعليم توجد علاقة بين ممارسة الحكمة من طرف مدير مؤسسة التعليم الثانوي التأهيلي العمومية والاختصاصات المسندة له كما تحددها النصوص. نتعامل مع نتائج هذه الفرضية بكثير من التحفظ، رغم أن جاءت إيجابية، حيث أثبتت نتائج الدراسة علاقة ضعيفة بين ممارسة الاختصاصات من طرف مدير مؤسسة التعليم وأداء المؤسسة، أي عدم وجود علاقة تأثير بين المتغيرين، مما يعني أن مدير المؤسسة يمارس أدوار. ومما يؤكد هذا التفسير التقارير الكبيرة التي وقفنا عليها أثناء دراسة مضمون النصوص المنظمة. ومما يؤكد هذا التفسير التقارير الكبيرة التي وقفنا عليها أثناء دراسة مضمون النصوص المنظمة لاختصاصات مدير المؤسسة التعليمية والتي أظهر النتائج التالية: عدم الانسجام بين الاختصاصات والنصوص المنظمة، غموض النصوص وعدم دقتها في كثير. الفرضية الفرعية الثالثة: توجد علاقة بين التكوين الذي يتلقاه مدير مؤسسة التعليم التأهيلي العمومي على إثر تعيينه في مهمة مدير مؤسسة وممارسة الحكمة. نتائج الدراسة: العلاقة بين ممارستها. الفرضية الفرعية الرئيسية الثانية: يساهم مدير مؤسسة التعليم الثانوي والتأهيلي العمومية من خلال ممارسة الحكمة في الرفع من 0.01، وذلك بالرغم من أن شروط الممارسة غير متوفرة على مستوى التنظيم الإداري وعلى مستوى الذي يقوم به مدير المؤسسة من أجل التأثير على هذه المؤسسة، لا يرتبط بشكل مباشر بممارسة الحكمة، حيث يعمل بشكل كبير على توطيد العلاقة مع الأساتذة من أجل الدفع بهم إلى الانخراط في العملية التربوية وتحسين أداء المؤسسة. ويؤكد هذا أن مدير المؤسسة التعليمية يميل إلى ممارسة قيادة تربوية مشتركة. إجابات مدير المؤسسة التعليمية عينت الدراسة في الغالب بتنميم الخاص بمعايير الحكمة انطلاقا من تمثلات لهذه المعايير. اعتبرنا أداء المؤسسة التعليمية مكون متكامل يتألف من مؤسسة مدير المؤسسة التعليمية في النصوص والتكوين الذي يحتاج على التعليم في هذه المهمة، وهذا يستطيع أن يتكيف مع الظروف المطلوبة بأداء عملي حتى تبرز نتائج المقارنة بين النظام التعليمي الدولي والنماذج من الأنظمة. فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات،
نلاحظ غياب وفور مرجعية تحديد الكفايات المهنية وتوصيل المهام وتحديد المسؤوليات الخاصة بمدير المؤسسات العلمية، تركيز إصدار النصوص والقواعد التدوير على مستوى الوزارة، عدم التناسق بين الاختصاصات والمواضيع، غياب مدونات تحديد اختصاصات مدير المؤسسات فيما يتعلق باستقلالية المؤسسة، احتكار السلطة التربوية المركزية والأكاديمية لتنظيم قواعد العمل في المجالات التربوية والإدارية والمالية المتعلقة بتدبير الوضعية القانونية للمؤسسات نحو صيغة مؤسسة، فيما يتعلق بالتدبير التشاركي. ضعف الديمقراطية التشاركية بسبب عدم توفر مجال المؤسسة على صلاحية فعلية، غياب دور الأسرة في المشاركة في تسيير المؤسسة ومراقبة أدائها، غياب جماعة الترابية في قطاع التعليم بسبب عدم تدبير طبيعة علاقة السلطة التربوية هذه المؤسسة. التقييم الداخلي، هل يتوجه المؤسسات التعليمية بإنجاز تقييم داخلي؟ هي مؤشرات ومعايير خاصة لتقويم أداء المؤسسة التعليمية، طبيعة نظام التركيز الإداري لا يمنح إدارة المؤسسة صلاحية التعديل والتصحيح، عدم وجود آليات إفراج ونشر تقارير التقييم، عدم وجود أهداف واضحة توجه المؤسسة التعليمية تحقيقها يحول دولة تفعيل آليات مساعدة في نموذج مغربي في مجال الحكمة التعليمية. نلاحظوا وجود مفارقات تجلى في تحقيق نتائج دراسية جيدة في غياب ممارسة الحكمة، عدم تمكن التغيير، ضعف الموارد يمثل عنصر مطبقا لممارسة هذه العناصر كلها ترتبط أيضا بمحدودية الحكمة، وقد حددناها في العناصر التالية: أزمة القابلية للحكمة لا غوفيرنابيليتي، إشكالية المرونة بالبرانسيب داجيليتي، إشكالية الخصوصيات المحلية يعني التأقلم مع المحيط المحلي، تحديات فكر المقاولات في إرساء معايير الحكامة ومن التوازن بين الفئات الاجتماعية من أجل إرساء ديمقراطية التعليم. مصداقية الحكامة لم يحق أو وجود قبيل الحكامة، ونقصد بهذا أن الحكامة لها وجه آخر كما يقول الاتجاه أن الحكامة نامية خاصة التي تلجأ إلى الاقتراض وتضع آليات ومؤشرات إلى بعض الفقرات الخصوصية. تعني جانب تنظيم مؤسساتي، ترسيخ الآلية الديمقراطية، تطوير آلية تكون المؤسسات، تعزيز الشفافية في نظام ناجع للتدبير وتصديقات الفاعلين، تعزيز آلية مساءلة وتقديم الحساب، دعم البحث العلمي في مجال الحكم، إحداث مجلس بين الخبراء. وأنهي بهذا. التأثير أهم الإضافات التي ربما يمكن أن يكون سهما بها البحث. أولا، التأثير النظري يكون الحكم التعليمي عن طريق تحديد معاييرها وخصوصياتها وآلياتها وتسخير العديد من المفاهيم المرتبطة بمجال المشاركة والشفافية والمساءلة. ومسألة وقعت فيها خاصة فانطلقت من الحكامة وانتهيت بالقيادة التربوية بالقيادة المشتركة. ثم الإضافة الأخرى، اقتراح مؤشرات لقياس أداء المؤسسات العلمية لم تكن متداولة من قبل، فقد اقترحت مؤشرات رفض الحكم مفهوم الأداء، مناقشة العديد منها فوتوجد الشكل الإداري والمالي التي نبهت إليها وطرحت تعديلها. شكرا.